بعد ما شفنا بطل خارق من افريقيا وبطل خارق من اسيا اعتقد انه ان الاوان ان احنا نشوف بطل خارق من امريكا الجنوبيه قوي ووسيم ميال شويه للاستعراض صاحب مزاج حبتين ونقطه ضعفه الوحيده انه ما يقدرش يقاتل في عيد ميلاد اخته That's what you wanted? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو شانك تشي The Legend of the Ten Rings أحداثنا بتركز على شخصية شون الشاب الأسيوي اللي عايش في سان فرانسيسكو بيشتغل فاليه في فندق وحياته بشكل عام بسيطة لحد ما في يوم من الأيام بيتعرض لهجوم من المنظمة العالمية الحلقات العشرة والهجوم ده بيكشف عن شخصيته الحقيقية شانغ تشي ابن زعيم منظمة الحلقات العشرة ودلوقتي بقى مطالب انه يرجع للصين ويجتمع مع من تبقى من عائلته ويواجه والده اللي هرب منه وهو عنده 14 سنة فيا ترى ايه اللي هيحصل أول فيلم جه في بالي وأنا بتفرج على فيلم شانك تشي هو فيلم بلاك بانتر الفيلم الـ 18 في عالم مارفل السينمائي، واللي تبنى استراتيجية فريدة في إنعاش التركيبة المارفلية. تعالوا نروح حتة جديدة، تعالوا نروح أفريقيا نستكشف الثقافة والتاريخ والأسطورة نقدم تعقيدات شيكسبيرية داخل العائلة الواحدة ونقدم الروابط المناسبة مع الصورة الكبيرة لعالمنا الفيلم حقق نجاح كبير فنيا وتجاريا وسياسيا ويبدو أنه بعد سبع أفلام جه معاد تكرار التجربة إزاحة الغبار عن حدوتة موجودة في عالم مارفل وليها بعض الآثار في الأفلام السابقة ومشي على نفس خطى بلاك بانتر بس المره دي بدل ما نركز على الفهد الافريقي هنركز على التنين الاسيوي خلي الدراما مركزه على تعقيدات العائله الواحده بس غير كل حاجه تانية لنغمات اسيويه سواء النغمات دي كانت قديمه او حديثه فنون قتاليه معاصره من اللي حبيناها عبر السنين فنون قتاليه اسطوريه من اللي انبهرنا بيها من ساعه ما قدمها انجلي في فيلم كراوتشينج تايجر هيدن دراجون سنه 2000 لوحات تاريخيه ساحره بتحكم بعض المشاهد ولوحات حديثه مجنونه بتحكم بعض المشاهد الاخرى، بالاضافه طبعا لثالوث الام سي يو المقدس، البطل والشرير والقطعه السحريه صاحبه القوى الخارقه، رهان مضمون من كل الجوانب تقريبا، محتاجين نعمل اخطاء حمقاء جدا عشان التركيبه دي ما تشتغلش، والحمد لله ما فيش اخطاء من النوعيه دي، بس في اخطاء تانيه من نوعيه تانيه، اكبرها اخطاء في الحبكه والفصول الاساسيه، مبررات ضعيفه جدا لقرارات مهمه جدا سواء على جانب الخير او على جانب الشر طريقة تكوين عائلتنا مثلا لا تتناسب مع طبيعة اعضائها الرئيسيين محركات مواجهات الاكشن الاولى لا تبدو ضرورية على الرغم من انهم بكل تأكيد افضل مواجهات الاكشن في الفيلم كله تقلبات الشرير بتاعنا ما عندهاش الدوافع المقنعة ولولا الاداء العظيم لتوني تشيوي ليونج التقلبات دي كانت هتبقى مشكلة اكبر اعادة شخصية من الماضي لاسباب بمنتهى البساطة مضحكة وت تكليفه بلعب دور مهم جدا في احداثنا كمان، ومشاكل تانية اصغر كانت ممكن تشكل منغصات حقيقيه في تجربه المشاهده، ولكنها توارت في تفاصيل العالم الجديد المنعش اللي احنا فيه، بكل مكوناته على مستوى التجربه البصريه. يبدو ان ديزني كانت مكلفه جامد في مكونات التجربه البصريه بتاعت الفيلم ده، حسيت ان عندهم كتالوج ضخم من اللوحات، وبيجروا بسرعه في المشاهد العاديه عشان يقدروا يستعرضوه بالكامل. هو دلوقتي وانا بفكر فيها انا ما ان الفيلم فيه مشاهد عاديه كتير، اغلب الوقت احنا يا اما في اكشن عملاق يا اما في كرنفال بصري عملاق، وعلى مستوى الاكشن زي ما قلت انا كنت مبسوط قوي في المواجهات الاولى اول مواجهة في سان فرانسيسكو ومشهد القتال المجنون خارج المبنى العملاق في مكاو وما اقدرش اقول اني كنت من كبار المعجبين بمشاهد الاكشن ذات الطبيعة الاسطورية مش علشان كان فيهم اي مشاكل مثلا ولكن لان طبيعتهم كانت بتنتمي لاجواء مارفل اكتر من اجواء التراث الاسيوي وانا بصراحة بدأت امل من اجواء الاكشن بتاعت مارفل لان الافلام كترت جدا وتش شبهت جدا ولان بقى في ما بين كل فيلم وفيلم مسلسل فالواحد حقيقي وصل لحاله من حالات التشبع فريق البطوله بتاعنا مش كبير ولكنه مناسب جدا وعلى عكس بلاك بانثر مفيش اتكال كبير على حضور البطل شادويك بوسمان حضوره كان محسوس حتى قبل ما يعمل فيلمه المستقل وده ما كانش تحدي بسيط لانه كان متحاوط بكل النجوم الكبار في فيلم سيفل وور سيمولو في شانكشي تشي كان بعيد شوية عن الحته دي، اداؤه الدرامي ارتقى بفضل اداء شخصيه والده، وأداء الكوميدي ارتقى بفضل اداء شخصيه صديقته، الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول انه شالها بشكل محترم هي الاكشن، لانه من الواضح انه باذل مجهود كبير في المشاهد الحركيه، فمش هقدر اقول عليه اختيار غير موفق لان كل حاجه حواليه شغاله بشكل فعال، هو انا بس مش قادر امنع نفسي عن تخيل الفيلم ده كان ممكن يروح فين لو كان عندنا بطل بحضور حد زي بروس لي مثلاً. او حتى جاتلي لما كان في عزه افضل اداء في الفيلم في تقديري الشخصي يروح زي ما قلت لشخصيه الشرير لانها الشخصيه صاحبه افضل تصميم كذلك هو اصلا مش من العدل ان احنا نقول عليه شرير وخلاص ده بشكل ما ممكن نقول ان الفيلم ده بيدور عنه هو عن اسطورته عن رحلته وعن صراعه الدائم ما بين الوشين بتوع شخصيته باقي فريق التمثيل كله جيد جدا اقوى فينا شايله الكوميديا بشكل كويس جدا وزي ما احنا عارفين ده مكون مهم جدا في افلام الام سي يو وحتى الشخصيه القديمه اللي انا مش مقتنع قوي باسباب ظهورها اضافت كتير للفيلم وادائها كان جيد جدا وبمعاونه شخصيات اخرى وفرت الروابط المناسبه مع مستقبل العالم بتاعنا شانك تشي فيلم جيد جدا وتجربه سينمائيه ممتعه ومع ذلك انا حاسس ان في بعض المبالغات في تقديره ما هوش من افضل ثلاث افلام بطولات منفرده في عالم مارفل مش حاسس ان هو قدم لي بطل متحمس اني اشوفه في الافلام المستقبليه واخشى ان خطوط القصه بتاعتنا لو سابت القاره الاسيويه هتفقد الكثير من وزنها بس على كل الأحوال أنا فاهم كويس جدا قد إيه التجربة دي كانت منعشة وقد إيه كنا محتاجينها لذلك فهي بتشكل رهان في محله من مارفل وديزني <applause> تقييمي لفيلم شانك تشي and the legend of the ten rings هو سبعة ونص من عشرة وعندنا مشهدين بعد تتر النهاية فما تفوتهمش مناقشة الحلقة ايه هما افضل ثلاث افلام بطولة منفردة في عالم مارفل السينمائي في رأيكم ياريت تساهموا في الكومنتس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وباي باي